من أمثلة اضطرابات القلق: اضطراب القلق العام، اضطراب القلق الاجتماعي، الرهاب الاجتماعي، الرهاب المحدد، واضطراب قلق الانفصال. ومن أعراض القلق: العصبية، الشعور بالخطر الدائم، التعرق والارتجاف، صعوبة في النوم، ألم في البطن. في المملكة العربية السعودية قدر معدل انتشار اضطرابات الاكتئاب والقلق في عام 2017 بحوالي 4.5%. طبعا ننصح دائما ننصح الاشخاص المصابين بالقلق والتوتر النفسي ان علاج القلق والتوتر النفسي موجود الحمد لله عن طريق العلاج الدوائي وعن طريق الجلسات النفسيه. كذلك لازم الانسان بشكل عام يتعلم شويه فنيات في التعامل مع نفسه، يتعلم طرق الاسترخاء عشان يحاول يهدي اعصابه ويسيطر على القلق والتوتر النفسي عنده، يلعب رياضه، لعب الرياضه جدا ضروري في التنفيس عن القلق والتوتر النفسي، مصاحبه الناس الضحوكين اصحاب النكته اللي خف دمهم خفيف، البعد عن الناس السلبيين او الناس المتشائمين لان هذا حيزيدون الحاله بشكل سلبي، غير عاداتك اليوميه يعني يجب عندك انشطه، يكون عندك هواياتك وعندك متعه في حياتك، مو حياتك جامده وحياتك واحده او اسلوب حياتك واحد، بالتالي ما انت قادر تطلع من الطوقه اللي انت عايش فيها. يعني ننصح دائما المرضى القلق النفسي اخرج الحياة، انطلق في الحياة، لا تستسلم ولا تكون خاضع له، واعرف ان كل مشكلة فيها لها حل بإذن الرحمن. كيف يؤثر القلق على اسلوب حياة المصاب؟ مشاعر القلق والذعر تكون موجودة مع كل الانشطة اليومية ويكون صعب التحكم فيها وتكون مبالغ فيها جدا بحيث انه ما تتناسب مع الخطر الفعلي، ويمكن ان يستمر القلق لفترة طويلة. ممكن يتجنب المريض بعض الأماكن أو المواقف لمنع هذه المشاعر، ويمكن للقلق أن يتعارض مع القيام بالمهام في المدرسة والعمل والتفاعل الاجتماعي.